بيكو طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، كالعادة كل سنة منتظرين الكتاب ينزل، وأخيرا كتاب نزل والمنهج الجديد نزل معانا، كتاب المعاصر والإعدادي. هنحل مع بعض إن شاء الله يونت بيونت ونشوف الجديد معانا إن شاء الله، والشرح هنحل إن شاء الله، وفي شرح كمان هيبقى على القناة إن شاء الله للجرامر والدروس درس بدرس. ياريت اللي مشتركش على القناة يشترك، واللي حابب يتابع يفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. بسم الله هنبدأ مع بعض. أول حل معانا في الكتاب هيبقى صفحة، أول حل معانا هيبقى صفحة 16. يلا معايا كده. We add the suffix to form the noun of the verb lead. عايزة النون من الفعل lead، هتبقى leader، هحط لها er. lead leader، زي play player، teach teacher، بحط الكلمات دي er عشان احولها للايه، للنون، للافعال دي عشان احولها للنون. الجمله الثانيه the suffix a changes the word talent into an adjective، عايزه احول talent لان adjective بحط لها ed تبقى talented، يبقى نختار هنا ed. The opposite of the word safe، طبعا safe يعني آمن، خلينا ناخد بالنا من الكلمات دي، opposite يعني العكس، opposite يعني عكس، يبقى أنا أشوف عكس الكلمة، آمن عكسها خطير dangerous. The synonym of the word strange، نخلي بالنا برضو من كلمة synonym يعني المرادف، المعنى، المعنى. The synonym of the word strange، strange حاجة غريبة تساوي unusual. unusual ده حل صفحة 16. تعال نشوف الحل اللي عليه الدور هيبقى صفحة كام. صفحة 22. Can you have life in space is can you imagine، عندي فعل اسمه imagine معناه يتخيل. number 2 the space trains the football team will be for the final match the coach، هختار the coach، الفريق بيدرب سوري الكوتش بيدرب الفريق، فريق الكرة القدم قبل النهائي. he is a basketball player he always wins and score many goals he is a talented، هو لاعب موهوب. we have a lot of free time for activities on our vacation. I use colorful to wrap the present of my mom's birthday wrapper. How many goals did Omar in the tournament score? I had to my writing to make sure that there were no mistakes. Check. لازم افحص الكتابة بتاعتي عشان اتأكد ان مفيش غلطات. Elsa noticed the problems and made a change to solve them. solve. The doctor's job is a but it's very important for the community. وظيفة الطبيب ديت very a tiring، طبعا متعبة جدا، ولكن هي مهمة جدا للايه، للمجتمع بتاعنا. ده حل صفحة 22. لسه التكملة، نيجي لصفحة 23. Who is the funniest in your family? Your younger brother. Who is the funniest member? Member يعني فرد، مين الفرد او عضو في العيله اللي اكثر مرح. My favorite activity on the vacation is to volunteer at a community garden activity. We should say positive things to help and support people to continue working positive. Don't give up. ناخد بالنا في شويه مصطلحات لازم نحفظها كويس قوي، مهمه جدا. Give up يعني يستسلم. لما اجي انصح حد اقول له مثلا خليك مكمل او ثابر على العمل او خليك قوي. don't give up، لا تستسلم. you are doing a great job، انت بتعمل عمل جيد او عمل رائع، دي بنقولها عشان نشجع الاشخاص. we're happy to take part in، عندي برضو
phrasal verb، خدوا بالكم phrasal verb، phrasal verb يعني فعل مضاف لحرف جر او اتنين بيغيروا المعنى بتاعه تماما. عندي من الافعال المهمه جدا take part in، بتساوي participate معناها يشارك. take part in والثلاثه لازم مع بعض، take part in، تلات اجزاء دولت لازم يبقوا مع بعض. احمد didn't drink coffee، he drank juice instead. instead يعني بدلا من، يعني هو بيشرب بدل القهوه عصير، instead يعني بدل. تاني صفحه حل عندي صفحه 26، choose the correct answer. Elsa is the leader of a group that got bigger over the museum. Was. هنختار هنا was. What did you do last summer? دي طبعا الأسئلة اللي على الماضي البسيط. What did you do last summer? Two months I started helping out at my community. Two months ago. Did you your homework last night? Did you do your homework last night? Five. My dad made toys and I. ناخد بالي جدا من كلمة and. كلمة and حرف عطف بيربط الجملتين ببعض، لازم زمن الجملة دي نفس زمن الجملة دي، يعني أنا أعرف زمن الجملة من، يعني زمن الجملة المفقودة ديت الفعل المفقود دوت أعرفه من الجملة اللي قبليه، أشوف الجملة اللي قبليها زمنها إيه وأجيب على نفس الزمن. ناخد بالنا من الجزئية دي مهمة جدا. يبقى and لازم الجملتين يكونوا نفس الزمن، فأبص للزمن اللي قبليه عندي made ماضي، يبقى لازم هنا هجيب ماضي يبقى helped. يبقى أنا اخترت هنا، هتقولوا لي مفيش علامة علامات الماضي، لأ عندي and ديت بتعرفني إن الجملتين نفس الزمن. The coach said I was a talented football player. Was. Who made this delicious apple pie last night? I liked it. Who made? All the streets busy yesterday after the match. Where? All the streets were busy. 9. He took the club but he didn't play football. He went. She was the game although she trained hard. She didn't win the game. يبقى دي الجزء اللي تشوز. تعالوا الجزء التصحيح مهم جدا. Last summer was great. الجملة واضحة هي تبين من الأول ان هي ماضي بسيط. I played football every day. يبقى هنا بلايت. What did you learn؟ ناخد بالنا لو عندي في الجملة did يبقى لازم اجيب في الفعل في infinitive. I helped my grandma in her garden last Friday. I helped. I didn't want. طبعا عندي didn't يبقى لازم اجيب الفعل برضو في infinitive. جزئية لازم نعرفها مهمة جدا هتفضل معانا على طول. لقيت don't، لقيت doesn't، لقيت didn't، التلاتة بيجي وراهم infinitive. لقيت نفس الكلام do أو does أو did في السؤال، يبقى برضو التلاتة لازم هيجي وراهم الفعل في infinitive. صيغة الفعل عندي هتبقى infinitive. حاجات دي أساسية بدناها معايا لحد الثانوي. نيجي تكملة صفحة 27. There were 12 of us who cleaned up our street last week. لما يجي لي بي بين قوسين ده معناها انا عايزه فيرب تو بي في الفورم المناسب. فانا عندي فيرب تو بي بينقسم لجزئين، مضارع وماضي. ام از ار في البريزنت، واز وير في الباست. اتاكد عندي الجمله زمانها ايه، عرفت ان الجمله ماضي عشان عندي كلين، يبقى في الحاله دي ادور على فيرب تو بي ماضي. ذير وير، طيب انا اخترت وير عشان عندي 12 اوف اس جمع اهوت. I scored two goals in the last match. Last match ماضي، يبقى في الحالة دي هستخدم ال past، يبقى scored. You like volunteering? Yes I did. أنا كنت سألة did، يبقى did you like volunteering. When did you؟ قلت لك did، يبقى لازم الفعل في المصدر يبقى join. They gave up so they won the tournament. Won دي ماضي، يبقى لازم الجملة دي هتبقى ماضي، يبقى النفي الماضي ب didn't زائد المصدر يبقى هنا didn't.
زي ready for the exam، اخلي بالي من كل. يبقى الصفة ready ديت اخد بالي منها، لو شفتها في الجملة في الحالة دي بستخدم معاها verb to be. verb to be اللي هو am او is او are او was او were في الماضي، لحسب الجملة عندي زمانها ايه. هنا هتبقى وهنا did عشان يعرفني ان الجملة ماضي، يبقى انا هجيب was او were. عندي they هتاخد where، يبقى were they ready for the exam. طبعا جايب لي جزء ترتيب، انا يعني بتهيألي كده ان ترتيب مش هيبقى موجود عليكم لسه، صيغة الامتحانات لسه ما مش واضحة لحد دلوقتي، ولكن احنا هن ايه هنحل. I visited the museum I visited the museum yesterday. I visited the museum yesterday. Where did you go last weekend? Where did you go last weekend? Did he make a poster about his activities? Did he make a poster about his activities? They didn't win the tournament. They didn't win the tournament. ده حل صفحة 26 و27. هنكمل معكم ان شاء الله لاخر الوحدة، محدش يزهق، واللي هيزهق يفصل فيديو وبعدين يكمل معانا وقت تاني لما يرتاح شوية. وما تنسوش يا حبايبي اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان تشجعونا ان احنا نستمر معاكم ان شاء الله. نيجي بقى للجزء المهم جدا، جزء المحادثة اللي هو جديد علينا السنة دي، ناخد بالنا منه كويس قوي. How was your summer vacation؟ عندي أشرف and وليد are talking about their summer vacation. الموضوع عندي نخلي بالنا من الجزء اللي بالاسود ده، هيعرفني الموضوع عن ايه، اقرأه هعرف على طول الموضوع بيتكلم عن ايه او الحوار داير حوالين ايه. How was your summer vacation وليد؟ يبقى أشرف بيسأل وليد بيقول له أجازتك كانت عاملة ايه؟ هاو هنا يعني كيف كانت أجازتك؟ هيبقى أقول أجازتي كانت رائعة، it was great. طب إيه اللي أكد لي؟ عندي تحت it was great too. هو سأله فوق what about you، ماذا عنك؟ طب وأنت؟ قال له أنا كمان كانت رائعة. يبقى هو قال له فوق إيه؟ إنها كانت رائعة، يبقى it was great. what about you؟ it was great too، كمان أجازتي كانت رائعة. سأله سؤال قال له I took part in a project. I took part in a project. أخد بالي عندي الفعل took في الماضي، يبقى أنا هجيب أداة استفهام. الترتيب بقى هيبقى إزاي؟ أداة استفهام أول حاجة مناسبة، بعد كده did، بعد كده الفاعل، بعد كده الفعل في المصدر. تعالوا بقى نشوف، أنا شاركت في مشروع أو ساهمت في إيه؟ في عمل مشروع. يبقى ماذا؟ ما أو ماذا فعلت؟ ما أو ماذا يعني إيه؟ what. بعدها did عشان عندي الفعل talk ماضي، يبقى what did. الآي هتتحول ليو، وبعدين what did you do، ماذا فعلت، انت عملت ايه. خلاص كده سؤال تاني الاجابة بتاعته it was about writing stories using AI، انها كانت عن كتابة القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي. طيب انا عايزة اقول له المشروع ده عن ايه، يبقى what was the project about، برضو هجيب اداة استفهام، ولكن انا عندي هنا فعل مساعد هيساعدنا هو، روح مطلعاه what was it، ده عايدة على البروجكت، يبقى what was the project about او what was it about عادي، بس احنا عشان نوضح الامور what was the project about. can AI write good stories؟ yet it can. yes it can. بيقول له هو الذكاء الصناعي يقدر يكتب قصص كويسة؟ قال له yes it can. طبعا الإجابة بيسونه من أسهل الحاجات. great. do you have to check the stories؟ تقدر تفحص القصص أو تتأكد منها؟ yes I do. do you؟ يبقى yes I do. sometimes there are few mistakes، ساعات بيبقى فيه أخطاء بسيطة. طيب تعالوا بقى لإيه الجزء التكملة. Last summer I did something really fun. I took part in a project. طبعا هو الحوار داير عن ان انا الاجازة بتاعتنا قضيناها في عمل مشاريع، يلا ما فيش مشكلة نعمل مشاريع. A project where young people write stories using AI because computer write them. We had to check to make sure that there were no mistakes in them. Before I started, I know about that AI can write really good stories. قبل ما ابدأ I didn't know. انا عندي الفعل في المصدر، يبقى النفي بايه؟ بdidn't. يبقى I didn't know that AI can write really good stories. You imagine that only people can write stories, but AI
can give helping hand. Most of the stories I read. يبقى number three هتبقى where. But sometimes I found something strange in one of them. For example, there was one story where the sun never set at night. Of course, that's not possible. So I changed that part of the story. طبعا القصص في حاجات فيها غير منطقية أو غير حاجة مش طبيعية، فيها حاجات يعني خيالية أو كده، فده الحاجة الوحيدة فيها اللي المشكلة اللي فيها. Who the winning goal yesterday؟ أحمد علي. Who scored؟ مين اللي سجل هدف؟ يبقى who scored. He started writing stories when he was 12. Started. He started writing stories. صفحة دي حل صفحة 28 على lesson 1 و 2. حلت صفحة 29. علي is our neighbor. He lives in house number 9 in our street. يبقى neighbor. We pick up the letter and took it to the recycling center. Letter يعني الكمامة. I feel nervous when I have a math test. It's very worrying. أنا ببقى متوتر لما بيبقى عندي امتحان math. Students should do useful activities in their free time. It's not possible to cut the watermelon without a knife. It's not possible. ليس مستحيل ان انا اقطع البطيخة بالسكينة. طبعا احنا بنقطعها بالسكين. Can you teach your younger brother how to read English? Teach. Teach الفعل teach اخد بالي ممكن استخدم معاه how to. اعلمك كيف. Teach how to. He didn't go to the beach last summer. Didn't. Go. 8 teams joined the sports tournament. 8 فرق انضموا للايه؟ التورنمنت اللي هي البطولة. نيجي لجزء التصحيح. Did you notice that there طبعا بستخدم معها was aware. طبعا verb to be، ولكن هنا عندي ماضي، ففي الحالة هستخدم was aware. يبقى there was a new student in the class. ليه عرفت ماضي عندي ديت هنا اهو؟ لازم هيجي لي علامه ونوت. لما يجي لي نوت وفعل يبقى هنا عايز انفي الفعل ده على حسب الزمن. طيب اجري ادور على علامه يستر، دي اهي علامه الماضي، يبقى نفي الماضي بديدنت زائد المصدر، يبقى ديدنت ايه؟ ديدنت واتش. When did you get up this morning؟ Did. A lot of people came to help clean up the beach last week. طبعا السمر فاكيشن اكتيفيتيز ديت كل واحد يقدر يكتب بطريقته، ولكن انا هعمل لكم باراجراف اهوت. Last summer I did something really fun. هقول الاجازه اللي فاتت انا عملت حاجات ممتعه جدا. Last summer I did something really fun. I took part in a project. شاركت في مشروع. In this project young people help adults who can't read and write. في المشروع دوت احنا بنساعد الناس الكبيره اللي ما تعلمتش ان هي تتعلم تقرا وتكتب عربي. First we looked at the alphabet. اول حاجه بنوريهم الالفابت اللي هي الحروف الابجديه. I set the sound for each letter and repeated them. اقعد اقول لهم الحروف وهم يكرروها. It was fun to be a teacher. حاجه جميله قوي ان انا ابقى teacher. It's an amazing experience. انها كانت تجربه رائعه انها تجربه رائعه. ده الجزء بتاع summer vacation. يبقى كده حلينا لحد صفحة 29. الحل اللي عليه الدور صفحة 32. The antonym of useful. ناخد بالنا من كلمة antonym يعني العكس، زي opposite بالظبط. عكس useful useless، حاجة ملهاش فايدة، عديمة الفائدة. The word active has the same meaning of energetic. active بتساوي energetic. The synonym of ancient. نفس المعنى من ancient old. boring is the antonym. boring حاجة مملة، العكس بتاعها interesting شيقة. the suffix change the verb help to an adjective. عايز اجيب الصفة من الفعل help احط لها ful يبقى helpful. تاني صفحة تتحل صفحة 38. my cat is sick. it needs a lot of care.
القطة مريضة تحتاج لمزيد من العناية. كير يعني عناية أو اهتمام. أحمد is very active student. يبقى active. The Sphinx is a statue with a head of human and body of lion. يبقى Sphinx دوت اللي هو أبو الهول ده يعتبر statue تمثال. The smart scientist invented a machine that produced oxygen. في عالم اخترع آلة بتنتج الأكسجين. يبقى smart. smart يعني ذكي، العالم الذكي. In ancient Egypt people went to the نقط to pray. كانوا زمان القدماء المصريين بيروحوا التمبلز المعابد عشان يقيموا الصلاة بتاعتهم. The town is on the west bank of the river Nile. كلمة بنك عندنا ناخد بالنا لها معنيين. البنك اللي هو لا we can lend we can borrow money or مكان بيحط فيه الفلوس او بناخد منه فلوس. ومعنى تاني اللي هو ضفة النهر، ضفاف النهر، ضفتين بتوع النهر اسمهم بانك. ضفة اسمها بانك والضفتين اسمهم بانكس. يبقى بانك اوف ريفر نايل. The buildings need a lot of care and repairs. Use the reason to help you think of possible solutions. حلول. Volunteers do amazing work to repair the old building for free. أخد بالي من كلمة free، مجاني، يبقى في الحالة دي أختار volunteers. There are a lot of tourists visiting the Egyptian museum for from all over the world. يبقى tourists. صفحة 39. The walls of the building are made of thick bricks. Walls. A ولا an is made model of person or animal or object sometimes made of stone. حاجة مصنوعة من حجارة على شكل إنسان أو حيوان أو شيء. يبقى statue التمثال. A statue. واختار A. Catacombs are underground tunnels and rooms for burying the dead. Catacombs ديت أماكن بيدفنوا فيها الموتى اللي هي زي القبور كده. Wind and sand very slowly cut the stone away. Cut away. How often did you do sport? طبعا sport معاها دو. Who made the repairs in the dining room? باسم. Repairs تصليحات. حل صفحة 41 على زمن الماضي البسيط. How often did you do something to help your community? Always. اي اجابة فيها ظروف التكرار، ظروف التكرار ناخد بالنا اني بستخدمها مع المضارع البسيط والماضي البسيط. المضارع البسيط بتعبر لي عن عادة بعملها باستمرار في المضارع. الماضي البسيط عادات كنت بعملها في الايه، في الماضي. ف how often did you do something always. I up late in the last summer vacation. I usually got. ناخد بالنا ظروف التكرار بستخدمها فين؟ قبل الفعل. قبل الايه؟ الفعل. يعني ما ينفعش got often ولا get often ولا usually. هنا usually get ما تنفعش ليه؟ عشان انا هنا ماضي، لان هنا last ايه؟ last summer. فلازم هنا الزمن، لازم اخد بالي من الزمن هو مضارع ولا ماضي، وهي بتيجي في الزمنين قبل الفعل، سواء كان مضارع او ماضي لازم تيجي قبل الايه؟ قبل الفعل. بجيب ظرف التكرار الاول وبعدين الفعل. In the summer vacation, I always helped my family. I didn't often watch television on school days. Didn't often. Last summer, I usually played. How often did you leave? عندي did، يبقى اختار الفعل في الانفينيتيف. She always helped with the housework, so mom was proud of her. ماما مبسوطة منها أو فخورة بيها، عشان كده هي بتشارك دايما، يبقى دايما في البيت. I never felt lonely because I had a lot of friends. أنا عندي أصدقاء كتير، أنا عمري ما حسيت بوحدة، يبقى never. My dad was usually busy in the evening on Sundays. Was usually. ناخد بالنا استخدام ظروف التكرار مع verb to be مختلف. verb to be بيجي الأول وبعدين الظرف. verb to be الأول وبعدين الإيه وبعدين الظرف. He sometimes went to the library. He didn't. He did that three times a week. ثلاث مرات ديت حاجة ايه في النص، معقولة يعني نص ونص. نص ونص دي بستخدم ظرف التكرار اللي هو ايه sometimes، احيانا.
How often did they play football? They usually played football. How often اللي بتسألي عن تكرار أو عدد المرات اللي بقوم بيها. يبقى how often did you ride your bike when you were little؟ صفحة 42 تصحيح. I read always. احنا اتفقنا ان كلمة ظرف التكرار بيجي قبل الفعل يبقى always read. How often did you do something to help your community? Always. لما الإجابة عندي تكون ظروف تكرار يبقى في سؤال بـ how often. I often went to other shops to buy things that my parents needed. How often did you go to the museum? لما الاقي دي اختار الفعل في المصدر او صيغه الفعل تبقى في المصدر. I sometimes went online at home in the evening. I talk usually هتبقى I usually talk. I came first. He never lost a race. ما بيخسرش ابدا يبقى always came first. يبقى هنختار always. خلي بالنا never عكسها always. ساعات كتيرة بيجي لي never استخدم مكانها always و always استخدم مكانها never على حسب الجملة. هيبين لي في الجملة بيعمل الحاجة دي على طول او ما بيعملهاش خالص. How often did you help out at home sometimes? How often? Yara was always messy. She never organized her book. Yara was always messy. صفحة 43 على درس 3 and 4. صفحة 43 المحادثة الجزء اللي بالاسود لازم نقراه عشان نعرف الموضوع بيتكلم عن ايه. سارة and نوران are talking about the temple of Edfu. بيتكلموا عن معبد إدفو. Did you like visiting the ancient Egyptian monuments? تحب تزوري الآثار المصرية القديمة؟ Yes, I really liked it. I really liked it. أنا فعلا بحبها. I usually visited them. قالت لها أنا دايما بزورهم. قلنا لو عندي إجابة فيها ظرف تكرار يبقى في السؤال بـ how often. يبقى how often did you visit? How often did you visit? بتزوري قد إيه أو كم عدد المرات أنت بتزوريها؟ قالت لها I usually visited them. Great. Did you visit the temple of Edfu? جالي نقط وقالت لها where is it؟ هو فين؟ يبقى هي زارته ولا لأ؟ أكيد لأ. يبقى no I didn't. It's between هو طبعا بين لوكسور and أسوان. It's between لوكسور and أسوان. القطعة نفس الكلام بتتكلم عن معبد إدفو. تعال نحلها على طول. The main idea of the text is about temples in Egypt. بتتكلم عن المتاحف في مصر. The underlined pronoun it. It طبعا عايدة على إدفو temple. Useful. The opposite of the underlined word useful. Opposite يعني عكس. عكس useful. Useful حاجة مفيدة يبقى عكسها harmful. حاجة ضارة. Where is the town of Edfu؟ طبعا هتبقى موجودة عندنا فوق في القطعة بالضبط. It's on the west bank of the river Nile. It's on the west bank of the river Nile. How many temples did the writer mention in the text؟ ذكر كم معبد؟ 3 temples. صفحة 44 آخر سؤال في القطعة. Why do you think the ancient Egyptian built temples؟ ليه هم بنوا المعابد to pray؟ كانوا بيبنوا المعابد زمان عشان يعملوها مكان للإيه؟ للصلاة. Ancient Egyptian made statues of people, animals and birds from stones. عملوا تماثيل. Catacombs were used in ancient Egypt for burying the dead. المقابر ديت اتبنت عشان يحطوا فيها الموتى. Little children are very active. They can play and run all day. طبعا الأطفال الصغيرة بتبقى نشيطة جدا. تقعد تجري وتلعب طول اليوم. Active. How often did you go to the cinema? I'll sometimes. الإجابة عندي ظرف تكرار يبقى السؤال بـ how often. Our car needed some repairs. Repairs يعني تصليحات. Did you stay at the library at the break? Did يبقى في الحالة دي اختار المصدر stay. A temple is a place where people came together to pray in ancient Egypt. Temple ده مكان الناس كانت بتصلي فيه في مصر القديمة. I often tried new restaurants at the weekend when I was in Cairo. Often tried. أنا جربت مطاعم جديدة كتير لما كنت في القاهرة. The Egyptians are very friendly. They always welcome their guests friendly. This text is very interesting and enjoyed all this amazing information. I enjoyed استمتعت يبقى كانت interesting أكيد. تصحيح. How often
I was usually. She never ate noodles. She didn't like them all. ما بتحبهاش يبقى never. They were always helpful. So everyone loved them. كل الناس بتحبها عشان كده هي دايما helpful. ما ينفعش never. لازم الجملة هتجيلي تبين لي انا هستخدم always او never زي ما اتفقنا. اخر درسين عندي درس 4 و 5 سوري 5 و 6 هنحل عليهم اخر جزئين صفحة 51. I came first in the competition what a ولا an achievement. هنا اختار كلمة achievement. ما هذا الانجاز. Players should respect their opponent who play against them. يبقى كلمة opponent معناها الخصم. صفحة 52. Always focus on your goals and do your best to achieve them. Focus يعني خليك مركز على الأهداف بتاعتك. She can do all math sums. She has a talent for math. عندها موهبة في حل الايه مسائل الحساب. Her coach advises her to practice for long hours every day to go to the Olympics. الكوتش قال لها نصحها ان هي تتمرن كويس عشان تروح الاولمبياد. هانا بيكيم ايجيبتس يانجست ايفر ناشونال تشامبيون ان 2019. تشامبيون يعني بطولة. شي وون ا توب اوورد ات ITTF African Cup in Lagos. يبقى award. Award يعني جائزة. What qualities does Hannah have that help her success? Qualities. The runner ran at a great speed. Speed يعني سرعة. العداء الشخص اللي بيجري يعني جري بسرعة كبيرة. Speed يعني سرعة. He was amazed when he won the first award in the competition. Amazed وكان مندهش جدا لما فاز بالجائزة الأولى في المسابقة. A ولا an is the thing that someone has done very well. Achievement. An achievement. الإنجاز ده حاجة حد عملها كويس قوي وبطرقة كويسة. To focus means to give special attention to something you do. Give special attention. إن أنت تركز على حاجة دي اسمها focus. Victories or success in a competition. النصر دوت والنجاح في الإيه في المسابقة. It's possible to make your dreams come true. Come true يعني تصبح حقيقة. She works hard to achieve her goal. Work hard. My father stopped working aged 60. Aged يعني في عمر 60. وهو بلغ من العمر ايه 60. صفحة 55 على lesson 5 and 6. Listening table tennis talent. For award. The listening من نهاية الكتاب. نيجي المحادثة. Sally is asking Graham about her favorite sports. Sally قالت لها What are you doing Graham? بتعملي ايه؟ قالت لها ايه؟ قالت لها I am reading an article. طب انا عرفت ازاي؟ تحت ايه What is the article about? المقالة دي عن ايه؟ يبقى هي بتقول قالت لها فوق انا بقرأ ايه؟ بقرأ مقالة. It's about sports. انها عن الايه؟ عن الرياضة. Great, I like sport. طب عرفت دي منين برضو من الإجابة دي؟ قالت لها ده أنا بحب الرياضة. يبقى كانت فوق قايلة لها it's about إيه؟ about sports. ناخد بالنا الإجابات هتبقى ما بين السطور موجودة عندنا. قالت لها my favorite sport is tennis. أي my favorite يبقى what's your favorite على طول. يبقى what's your favorite sport. I started playing it at the age of 7. بدأت الرياضة وفي عمر 7 سنين. عايز أقول متى بدأت الرياضة؟ متى يبقى when؟ وماضي يبقى did. والفاعل الاي هتتحول ليو واجيب المصدر من الفعل يبقى when did you start playing it. How often do you practice؟ بتتمرني قد ايه؟ وكل واحد بقى يكتب باي طريقه هو عايزها. Once a week، مره في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع. كل واحد يكتب بطريقته. I practice 3 times a week. بتمرن 3 مرات في الاسبوع. I enjoyed the journey to Aswan and Luxor last winter. Journey يعني رحله. Don't give up. Try to achieve your dreams. حقق أحلامك. Good teachers have the talent to explain hard things carefully. درس كويس عنده موهبة إنه يقدر يشرح كل حاجة بوضوح. We didn't win, but we had fun.
ما كسبناش ولكن استمتعنا. You can achieve great success if you work hard. Achieve يعني تنجز أو يحقق، تقدر تحقق النجاح. صفحة 56. How often did you meet your friends؟ يبقى هنختار often. Opponents are the people who play against in a competition. Opponent ده الخصم اللي بيلعب قصادك في الايه، في المسابقة. Don't let difficulties الصعوبات stop you from achieving your dreams. ما تخليش الصعوبات توقفك عن تحقيق حلمك. What did Hannah achieve in 2022? My team will play against the other school team next week. Against يعني ضد، صحيح. Did you achieve? He always felt excited when he read about famous people. How often did you play sports twice a week? He usually sent. صفحة 56.